السلام عليكم. اليوم عندنا درس جديد الفيا، كيفاش نصاوبوا الفيا. نشوفوا كيف كتشوفوا معايا بركة الله. كنضربو ثلاثة ضربات، هانتوما كيف كتشوفو معايا. دابا كنبقى نعمر، دائما هاد الصباع كيشد لينا هاد الخيط. هانتوما ضربو هكا، دابا ملي كنوصل هنا كنقلب يدي هاد الخيط، كنبقى شادو هنا بهاد الصبع، كنضرب هاك كنطلع لفوق. شتي هانتوما، نحاول كندير عيب شوية باش تفهمو الضربة. هانتوما شتو، حتى كنجي لاخر ديالها وكنجبد الخيط هاكا. هانتوما هي تصاوبت. دابا نصاوب وحدة أخرى قدامها. هانتوما الطريقة راني ساهلة، خصير هانتوما نضرب على الأقل واحد 4 ضربات باش يلا يلا. راه كتجيني دائما هاد الصباع كنشد بيه الخيط، عاد كنجي هنا عاد كنقلب كذلك. نتوما كنسالي كندخل الخيط لتحت. اشتركوا
ثم الإخوان، هذه هي النهاية ديال الزواقة اللي خدمنا، هي هذه كي كتشوفوا كيكونش فيها العقاد، كتجي هابطة براسن، كيجيو هادو الفوق هانتوما كتشوفوا الزواقة ديالنا كيفاش جات. كنتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا، وكنقول لكم شكرا لكم، ودعمونا باللايك ديالكم وتابعونا معنا باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا.